السلام عليكم. تحية لكم. أرحب طنحب بالرجال وطنحب بالعيالات الفلاحات والفلاحين. أنا المشكلة اللي كنشوف بزاف هو اللي ندور في هاد البلاد هو عند السبيطار. السبيطار ما كاينش. السبيطار حضاري كبير قدو من قداش. تمشي مثلا تدي غير المرة باش تولدها كيقول لك سير لي مزيرة. علاش أنا ما عنديش هنا سبيطار؟ وأولد قدها من قداش. مثلا تمشي غير باش تدوز مثلا غير تدي الدري الصغير ولا تدي غير راسك تتمشي ما كتلاقاش طبيب ولا كتلاقى لا طبيب لا والو. ما كاين في المليات ما كاين حتى حاجة. ملي كتلاقى طبيب ولا شي حاجة طبيب تتمشي كيقول لك أش نتا أش كتقول أش كتكون في الكون. يعني خصني ناخذ هاد المرض بزاف هي اللي مدورة وخصني نعطي حقي وبغيت اللي يحضر عليا حيت أنا ديما تنكون أنا في اللور ديما أنا في اللور. إلا بغيت نمشي هذاك عند 1992 غادي تدخل مرحبا بك ناسي جا فقير قالوا بلا رجع اللور ناسي تنشوفو 1992 خصني الفقير هو اللور حيت عايشين في الفقير. الفقير باش عايشين لا ما كاينش فقير معليش عيش ما غاديش تكون عندك فيما ما غاديش تكون عندك أي حاجة. ولكن أنا تنقول اليوم راه أنتم عايشين في الفقير. إلا ما كانش فقير ما غاديش تكونوا غادي تاخذوا من الرمادة ديالكم مليون جوج مليون. أنا اليوم تنقول الفقير الفقير وتحية لباليا وتنقول عينك اليوم تشجعوا والرجال تاهم الله يهديهم والرجال تاهم الله يهديهم يخرجوا عيالاتهم يعرفوا يخرجوا 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 ويعرفوا فين فين يمشيو فين يجيو ماشي غير ناخذ 50 درهم ونقول لهم راه بعدي في الدار. انت ما تمشيش وعلاش هو تيمشي للفيرما هي تتمشي للفيرما وهو تينعس حتى 12 ديال النهار وتجي مسكينه المراه داكشي اللي كتشوفو ما كتعيش فيه حتى وليداتها. علاش اشي بغيت نعرف اليوم علاش واليوم فيا الغيره ديال الفقير وفيا الغيره ديال البلاد ديالي فيا غيره البلاد ديالي حيت فين ما مشيت كتلقى الناس كتلقى هذا فيا الغيره بزاف ديال 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 الناس كانوا فين واصلين وحنا دائما البورك البورك ديما باركين حنا ديما اللور. انت يا الفقير سير بحالك وانت يا الغني لا انا اليوم تنقول الفقير هو المسلم هو المناضل. واليوم ما تنبغيش انا مازال قبل كتقول لي لا لا رجع اللور. اليوم حنا شوف اسكت ما بقاش شوف اسكت سبيت الله يجازيكم راه عندي انا ندور تيقول لك مرة مثلا غادي سير لي وزيو. انا اليوم تنقول صدح حضري خصو يقول لي عندي هنا الطبة ما عندي ما ندير انا غير واحد الطبيبة هو كبير قدو من قداش خصني جوج ولا ثلاثة ديال الطبة اللي خصوني اليوم باش يكونوا هنا والدواء ديالي راه تيمشيني ديال المساكن ديال الفقراء ديالي راه تيمشي كيتباع لي في الفرماسيانات وهادشي راه عيب وعار. وشكرا تحية نضالية. تحية نضالية.